نحن هلأ بمسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت لننقلكم توقيع العمل الإيقاعي الجديد دربوكا سيتي للموسيقي وضابط الإيقاع المميز روني براك يلي اشتهر عربيا وعالميا بالعزف المنفرد على الطبلة، وهو كان أول من أدخل الطبلة على الأوركسترا السيمفونية. خلينا نفوت لجوا ونعيش الأجواء سوا ونشوف شو عم يصير. لما نسمع الطبلة بمخيلتنا ما فينا إلا نتصور راقصة وطبال، بس هالشي تغير مع روني يلي انغرم بالطبلة من عمر 5 سنين لغاية ما وصل لاستوديو الفن، وهونيك حصل على ميدالية ذهبية بفئة العزف على الطبلة لينطلق بعدها للعالمية وتنفتح له أبواب المجد والشهرة من خلال الإيقاعات الفريدة يلي تميز بتأليفها وعزفها، الشي يلي خلي يشارك لجانب أهم الفرق العالمية. إيقاعات روني دخلت على الجاز والروك والأعمال الكلاسيكية السيمفونية الضخمة. ملك الطبل اليوم عم يطلق باكورة أعماله الألبوم الثالث بعنوان دربوكا سيتي بعد أرامبا وكاريزما، وبيكفي أنه تشاهد روني يلي بيعزف بكل جسده وأحاسيسه على المسرح حتى تنغرم بفنه. خلينا نترككم مع جزء من المقطوعات يلي سحرتنا. دربوكا سيتي هو من تأليفي وتوزيع الموسيقي وتوزيع للأسواق شركة EMI، بيتضمن 10 مقطوعات موسيقية، كل قطعة بتحكي عن هوية بالألبوم، شيء ما بيشبه بعضه، يعني في قطع بس للإيقاع وفي قطعة فيها روح العربي، قطعة روح برازيلي، لاتيني، منا موسيقى معقدة، موسيقى كتير قريبة، وفيها أهم شيء إنه روح الشرقي يلي مقلطة، يعني مستعملين آلة الناي والعود والقانون، عارف وين بدي يكونوا. صرت عامل كتير تورز مع الفيديو جيمز، بيج سيمفون اوركسترا بلعب فيديو جيمز ميوزك مثل الموفي تراكس، يعني هو الموسيقي شو بفكر شو بحس بترجم افكاره على آلته، بترجم افكاره بموسيقته من قلبه لدينته لعينته لعينه. شكرا لكم. انا مؤمن كثير بموهبة روني بهالموسيقى يلي عم بيألفها يلي بتحاكي العالم كله، يعني في عنده حكي بالموسيقى اللي بيعمله بتعبيره بإحساسه اللي موجود جوا. معجب كتير باستثنائيته لأنه هو استثنائي منه ضابط إيقاع عادي، حالي فريدة من نوعه بالحقيقة، وقدر يحقق يعني على مش بس بلبنان، بالعالم العربي وبالعالم. طموحه كان أكبر من هالآلة، سافر فيها وأدهش العالم.